بعرس أدبي جمع بين قلوب الأدباء وأصوات الشعراء، ومن قمم الجبال إلى قلب المدينة، انطلق مهرجان دهوك الثقافي السابع ليكون منبرا ثقافيا يربط بين الحاضر والماضي وبين البعيد والقريب. تميز مهرجان هذا العام عن الأعوام السابقة بتميزه في تسليطه الضوء على أدبيات كرد القوقاس وأرمينيا وربطه بأدبيات الخليج ودول أخرى مع أجزاء كردستان الأربعة عبر كوكبة من الأدباء في مجال الشعر والقصة والرواية. قال باكور باشور روشالات بجم دهان بسكار أبروكا بياب جداد حازمنا. نحن جئنا يا دهوك فارفعي صوت الأغاني في ديارك. الأدباء والكتاب الكرد حضروا من شتى أجزاء كردستان، ترافقهم نغبة من أدباء العرب ليحول دهوك إلى واحة تتفتح فيها زهور القصيدة وتطرب فيها الأرواح بعذوبة الكلمات ونبض الحروف. فأنا حقيقة مسرور أني موجود في وطني الثاني لكردستان. حقيقة إحنا في الأردن نشارك إخواننا الكرد في أجزائه الأربعة بهمومهم وأفراحهم، ونتمنى لهم كل خير وسعادة، ونشوفهم يعني عندهم إنجازات مثلهم مثل باقي الأمم الأخرى. هذا الشعب العظيم اللي لازال يعني محافظ على تقاليده وتراثه من الميديين إلى اليوم. الأردن يعني يحتضن 70 إلى 100 ألف كردي، هؤلاء منسجمين مع المجتمع الأردني، لهم مساهمات في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتركوا بصمة يعني واضحة. المهرجان الذي سيستمر على مدار يومين متتاليين ليس فقط مساحة للاحتفاء بالشعر والأدب، بل هو جسر للقاء الثقافات واكتشاف آفاق جديدة وفتح نوافذ جديدة للإنسانية. لقناة زاغروز الفضائية بوردة خاز، دهوك.